نروح مع حضراتكم دلوقتي لأهم التفاصيل الخاصة بالأخبار المحلية، ونبتديها من اليوم السابع اللي قالت إن رفضت لجنة المسابقات في اتحاد الكورة مقترح بإعادة التظلم على الإنذارات اللي بيحصل عليها اللعيبة في المباريات زي ما بيحصل في بعض الدوريات الأوروبية، خصوصا إن الأمر ده هيدخل في الدوري في أزمة كبيرة جدا، ومطالبة أكتر من نادي بإعادة النظر في إنذارات اللعيبة بتاعتهم، وتم تأجيل المقترح ده لتطبيقه في الفترة اللي جاية. عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكورة ورئيس لجنة الحكام في الجبلية قال ان في اقتراح بتتم مناقشته باحقيه الانديه في التظلم على قرارات حصول اللاعبين على كروت صفراء وكروت حمراء في الدوري، اسوه بما يحدث في بعض الدوريات الاوروبيه.